قبل ما نجاوبك على السؤال الاخ، كنبغيو نترحموا على السيد اللي توفى في هذه الحادثه هذه. الله يرحمه، الله يصبر عائلته لانه رب اسرته هو، وان شاء الله يكون المثوى ديالو هو الجنه. بالنسبه للخبر اللي انتشر اليوم، فهو ماشي خبر للاسف، هو اشاعه مغرضه، لان اللاعب زكريا الوردي لاعب نادي الرجاء الرياضي ليست له اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد فيما يخص الحادثه. علاش؟ لان السيد اصلا اللي ارتكب الحادثه فهو كان على الاعتقال، غير كما هو متعارف عليه من الناحيه القانونيه. كيقول لك ان السيد في حاله وقوع حادثه مميته، ان حبذلو انك ترك المكان وكتسلم نفسك لاقرب مركز ديال الشرطه. فاللي كان كنظن انه كان واحد جوج ديال الناس والشهود واش كانوا مع دوك، فذكروا اسم ديال زكريا الوردي. ما عرفناش علاش السبب شنو هو، لان كنبغي نقول لهاد الناس اللي كيشهدوا الشهاده ديال الزوق يعطيو خبر اللي هو عاري من الصحه. زكريا الوردي من غير انه لاعب ديال الرجاء عنده والديه، عنده خوته، واش مشوش النفسيه ديال اللاعب دابا كيفاش دايره؟ السيد مات الله يرحمه مسكين، ولكن السيد اللي ارتكب الحادثه راه على الاعتقال وغيتقدم يوم الجمعه بالمناسبه. وزكريا الوردي كنقولوها ليست له علاقه لا من قريب ولا من بعيد فيما يخص الحادثه، والدليل ان اللعاب كاين اليوم. الاشاعه مغرضه جات في واحد الظرفيه اللي هي عندنا مقابله 48 قبل المقابله ديال شبيبه القبائل في نطاق عصبه الابطال الافريقيه. اللاعب خصو يركز فعاليه الرجاويه، الجماهير الرجاويه، كلشي تبرزط بين قوسين، كلشي ما تبقى فينا داك السيد اللي توفوا، تبرزطنا على داك السيد اللي حياته حتى هو غضيع. ولكن راه ماشي زكريا الوردي. كنتمنى، لان صراحه حنا كرجاويين وكفعاليات رجاويه تقبلنا تبرزطنا الصباح بهذا المصطلح هذا. كنقول ان خاص يتم نفي الخبر، كنتمنى هذا الشيء ما يتكررش، لان في اساءه اللاعب والاساءه النادي، والله يرحم هذاك السيد اللي توفى. بالنسبه للشهود اللي شافوا اللي كانوا في الحادثه، لان الا شتيهم في ذاك الفيديو كيقول لك راه شفنا، قالوا لينا الناس ما متاكدينش، باغيين غير يبانوا، الناس باغيين يعطيو خبر. بان لهم غير زكريا الوردي كلاعب رجاء وجدوا الاسم ديالو اصبح متداول، الناس ما عندهمش اليقين، الناس غير كيقول لك لا راه السيد ملي هضروا معاه قالوا لي واش شتي، قال لهم لا انا سمعت. راه ما يمكنش غنعتمدوا على شهاده واحد سمع، الا ما كنتيش كما كنقولوا شاهد عيان وكيف ما كان الحديث راه ما يمكنش تعطي، وما يمكنش الصحفي ياخذوا كمصدر. كنظن ان السيد اللي قام بالحادثه فهو قدم نفسه، غير هو كعارف بانه ما كيحيد من مكان الحادثه، لان كيقول لك ملي كتكون حادثه مميته وكيكون السيد انه كالكل وفاه، كيخافوا للعائله ديال داك السيد اللي توفى، كتجي في واحد الحاله اللي هي كيخافوا يكون استفزاز، يكون الثار، يكون بزاف المسائل، فكيقولوا له انه يسلم راسه لاقرب مصلحه ديال الشرطه حفاظا للسلامه ديالو، لان وخوفا من العائله ديال السيد اللي توفى، لان راه رب اسره هذاك اللي مات. هذوك الناس علاش عطاو هاد المعطيات؟ انا لحد الان ما عرفتش، كنقول محشومه عليكم هذا الشيء، زعما لان راه ماشي بوز، هذه راه اشاعه مغرضه، راه بزاف على البوز. كاين البوز الناس اللي كيبغي يتشهروا غير بشي حاجه، وكاين الاشاعه المغرضه ديال واحد السيد اللي غتمسو هو، تمس العائله ديالو، تمس نادي الرجاء الرياضي. وكنقولوا لذاك السيد اللي توفى الله يرحمه.